مسا مسا على كل وشاء دحيح الافلام. تخيل تبقى رايح اجازه في المحيط ولابس المايو وجايب معاك المكرونه وسندوتشات البانيه بالرمل بتاعتك واخر روقان، وقاعد على جزيره معزوله عن العالم كله علشان تكتشف ان في شيطان بيتحكم في الجزيره دي وبيظهر فيها بالليل، زي ما جين اكتشفت في فيلم سويت هارت، واحد من افلام الرعب اللي صدرت سنه 2019. وبيبدا من تحت البحر بمشهد غريب وبدايه غريبه علشان المخرج يحسسك ان في مجهود، والفيلم اصلا تكلفته على بعضه مش هتلاقيه مكمله مليون جنيه علشان تلاقي البطله نفسها في المحيط وطالعين على الشط مع جين البطله بتاعتنا اللي بتلاقي نفسها بتفوق على الشط ما تعرفش هو شط بحر الهوا ولا شط جزيره ولا فين بالظبط، بس هي بقالها كتير قوي في الميه ولسه مرميه هنا وبتكون لابسه ستره النجاه بتاعتها. وبعدين بتفوق وتلاقي انها قدام غابه، ففي الغالب دي جزيره او شط قاري مثلا، وبتبدا تبص حواليها تحاول تعرف او تفهم اي حاجة او تلاقي حد، لحد ما بتلاقي حد مرمي على الشط برضو ولابس هو كمان سترة نجاة، وبتجري عليه بسرعة وبتعرف انه براد وبيكون نايم ومش بيتحرك، وبتفتكره مات لحد ما بيفتح عينه وبيحاول يستغيث باي حد حواليه. وبعدها بتستوعب ان في شعب مرجانية دخلت في جسمه واخترقت بطنه ومش عارف يتكلم ولا يتنفس ولا اي حاجة، وبتقول له استنى وبعدين بتشده بعيد عن المية، وبعدين بتقول له يلا هعد 1 2 3 وشد. ها قال لها ماشي بس اوعي تغفليني، ولسه ما كملش الكلام قالت له احنا هنهزر، وراحت شداه ويفلاله الجرح وصرخ بالعافيه، وقالت له اقعد هنا بقى هروح اشوف لك ميه، وجايه وبتجري تدور على اي حاجه، وبتلاقي ميه على ورقه شجر كبيره، بس بعدها بتبص حواليها تاني علشان تلاقي قدامها كور. وطبعا جين زيها زي الناس اللي بتحب تتفرج على دحيح الافلام، عارفين كلنا فيلم كاست اوي بتاع الراجل اللي لقى نفسه على جزيره لوحده بعد حادثه، وعارفه ان الكره دي جزء هند. هتقول لي يا دحيح يعني انت لخصت فيلم كاست اوي؟ اقول لك لا، بس لو عايزه سيب لايك او كومنت وقول لنا وهنعمله بسيطه يا سي. وبعدين بنشوفها بتجيب صخره حاده من حواليها وتحاول تكسر في القشره الخارجيه لجزء الهند، وبتكسر الحمد لله علشان بعدها تحاول تكسر باقي كره جزء الهند اللي جوه نفسها، وبعد حبه محاولات بتعرف وبتاخدها وتجري بيها بسرعه عند براد وبتنزله الميه في بقه، بس بتعرف انها للاسف اتاخرت جامد وانه مات، وبتقف مش مصدقه نفسها ولا عارفه تعمل ايه. وبعد شويه عياط وقلق ورعب بتتماسك وبتقرر تروح تشوف ايه المكان ده وفي ناس تانية ولا لا، وفعلا بتبدا تمشي حافيه في الجزيره ومش بتلاقي حاجه مفيده ولا حد ولا حيوانات، وبتعرف ان الجزيره دي معزوله وكتر خير الدنيا انها هنا. وبعدين بنشوفها لقيت شنطه على الشجره متعلقه وبتقعد تنده، بس محدش بيرد، وبتفتح الشنطه وبتلاقي جواها شويه هدوم، وبتلاقي جنبها ايس بوكس، وبتلاقي جواه ازايز كوكاكولا مقطع وشوية مشروبات، وبعدين بتلاقي شنطة ضهري فيها دبدوب وكتاب فيه صور وذكريات، وبتلاقي علبة فيها كوتشينة وكبريت وشكل حد كان بيصيف هنا يعني، بس مشي ونسي حاجته علشان الميكروباص ما يفوتوش. وبعدين بنشوفها راجع تاني الشط وهي زعلانة، وبتسمع صوته بتقرب وتلاقي صوت طالع من تجويف جوه جزع شجرة ضخم، وبتقرب واحدة واحدة لحد ما بتلاقي عصفورة خارجة بسرعة من جوه، وبتتخض والله يكون في عونها علشان انا قطعت الخلف وانا بتفرج اصلا. وبعدين بتقف تبص للمكان بيأس وتحس ان مفيش حاجة هتحصل النهارده ومفيش حاجة هتحصل عامة، فهي لازم ترتاح علشان بعدها تفكر هي ممكن تعمل ايه. وبيكبس عليها الليل وبنشوف انها قررت تستغل اللي هيحصل، وبتحط ازازة فاضية في الرمل، وبتحط برضه نص جوز الهندي الاول والتاني بعد ما كسرته على اساس انه يكون طبق ويتجمع فيه الميه لما الدنيا تمطر، والدنيا بتمطر عليها فعلا والحاجات دي بتتملي، بس هي بتكون تعبانه وبتحط على جسمها ورق النخل الضخم علشان يبقى ساتر ليها وتحاول تنام. كان موضوع صعب انها تنام في المكان ده لوحدها، بس من التعب ما قدرتش تقاوم علشان تصحى الصبح تبدا تفوق وتلاقي ان في سمك على الشط، وشكل الامطار والامواج والاكشن بتاع بالليل ده رماها على الشط، وبتبدا تجمعه في حاجه معاها وهي ماشيه لحد ما بتلم كل اللي لقيته، بس في اخر الشط بتلاقي سمكه قرش صغيره الصامت تاكل، وتحس ان حد واخد منها قطمه ورميها بس مش بتهتم يعني. وبعدها بنشوفها بتروح تجيب الطوبه الحاده اللي معاها وتبدا تحاول تنظف السمك. لو واحد من مدن القناه موجود معاها كان قتلها علشان بتحاول تفتح السمك ويتنظفه، وكان هيقول لك السمك بيتاكل مقفول. وبعد ما بتنظف السمك بتقوم تجيب الحاجه اللي لقيتها وهي بتلف امبارح في المكان، وبتجمعها كلها جنبها وتقعد تقلب في الشنطه برضه لقيتها على الشط، بس دي بتكون بتاعتها، وبتلاقي كشكول كانت كاتبه في
ذكريات، بس مش بيحصل نصيب يعني ان حد يقراها وبتلاقيها كلها اتمسحت، وبتلاقي بس صورها مع حبيبها وبتقعد تفتكر الذكريات وتبكي على اللبن المسكوب والايام الحلوه اللي راحت، علشان بعدين يشوفها قامت تتفحص الجزيره مره كمان يمكن تلاقي حاجه مفيده توحد الله. وفي وسط تمشيتها لقيت مكان شكله غريب ومحطوط عليه خشب ثابت وحجاره، وبتقرب وتركز اكتر وبتلاقي ان الخشب ده على شكل صليب والحجاره محفور عليها حروف، وبتعرف ان دي في الغالب المقابر، واكيد اللي كان عايش في القريه دي قبل كده فضل هنا فتره ضخمه. وبتقرر تروح تجيب جثه الواد برد وتركنه جنبهم اهو اللي يجي بيقرا الفتحه ليهم كلهم، وبتروح تلاقي الكائنات البحريه اتلمت على جسمه وبتشده ناحيه المقابر، وبتحفر له حفره كبيره وبعدين تحطه وتحط عليه ورق شجر وبعدين تحط له خشب مكتوب عليها اول حرف من اسمه، وبعدين بعد ما بتخلص الدفنه وتقعد تقرا له شويه قران وتدعي، بتروح بقى تشوي السمك علشان ما اكلتش من امبارح وتعبت من المجهود اللي عملته ده، وبتاكل السمكه والدنيا اخر حلاوه، وبتنام علشان تصحى الصبح في يوم عادي او كانت مفكراه عادي يعني، وقامت تشوف الجزيره حواليها مره تانيه علشان تلاقي دم عند جثه براد، وتعرف ان في حاجه نبشت المكان وقطعت الجثه، وبتقعد تعيط من المنظر واللي حصل في جثه الواد، لحد ما بتبص للغابه وتعرف ان اكيد في حيوانات مفترسه هنا، وبتقرر تجيب جذع الشجره وتقعد تكحته لحد ما يبقى رمح حاد جدا، وبتروح تجيب جذع ضخم وتحطه على الشط، وبتدي ظهرها للبحر وبتقعد جنب النار وهي باصه للغابه وماسكه الرمح مستنيه اي حاجه تطلع علشان تقتلها، بس زيها زي اي حد بتروح في النوم ومش بتقدر تسهر، والحمد لله الليله الثالثه ليها بتعدي على خير في المكان من غير مشاكل. وبتصحى تاني يوم وبتقف على الشط تركز في اي حاجه حواليها يمكن ربنا يكرمها بشيء مفيد، علشان تلاقي فعلا حاجه طافيه في الميه بعيد شويه، وبتروح جاريه ناحيه الميه وبتقوم حبه كتير بعيد عن الشط علشان تلاقي شنطه سفر وجردل والاتنين طافيين، وبعدين بتقول ما يمكن فيه هنا حاجات تاني برضو الموج حدفها لحد هنا، وبتقرر تنزل تغوص تحت معتمده على نور الشمس وبتدور على اي حاجه تاني مفيده، بس مش بتلاقي حاجه، بتلاقي بس ثقب اسود مدور موجود تحت البحر وشكله بيسحب كل حاجه ناحيتها، وبتخاف من الحوار ده وبتخرج بسرعه علشان تلاقي الحاجه بعدت عنها شويه، بس مش مهم، بتعوم وتاخد الحاجه وترجع بيها الشط، وبتفتح شنطه السفر اللي لقيتها ومش بتلاقي حاجات مفيده، كلها هدوم ومايوهات ولا كانها شنطه حد كان بيبضع من العتب علشان المصيف، بس بتقول الحمد لله واحسن من مفيش، وبتلبس لبس تقيل بالليل علشان الدنيا في المكان ده بتبقى تلج، وبعدها بما فيش بتسمع صوت طياره معديه وبتقعد تنادي وتصرخ، وبتروح علشان تجيب مسدس الاشاره بتاع الاستغاثه اللي لقيته وبتضرب بيه واحده في السماء علشان تلفت الانتباه، وفعلا بيوصل فوق خالص على مسافه مناسبه انها تتشاف، وهو نازل في البحر بتبقى بتبص عليه لحد ما تلاقي كائن غريب شبه البشر بس مش بشري خارج من البحر ناحيتها، وبتفضل متنحها الثواني وهي قلبها يخرج من مكانه لحد ما بتجري ناحيه الشط تاني وبتستخبى بس بعيد عن النار، وبتفضل قاعده وخايفه نفسها يتسمع، وبنشوف الكائن ده حواليها وهو بيتحرك وبيكسر في المكان والزرع علشان يدور على اي حاجه ياكلها، وهي بتعيط في صمت لحد ما تنام مكانها، وتاني يوم بنلاقي الصبح بيطلع عليها الحمد لله، علشان نلاقيها بتتفرج على صور العيله اللي كانت قبلهم هنا وكلهم كانوا صور على الجزيره، وفي صوره من الصور اللي كانت بالليل بتشوف نقطتين ورا واحد من اللي بيتصور، وبنعرف ان هو ده الكائن اللي كان ظاهر ليها في الغالب، وبتقدر تستنتج انه بيظهر بالليل وانه اكيد هو ده اللي عمل كده في جثه بيرات، وبنشوفها بعدها بتقوم وبتقرر تهرب من الجزيره دي باي شكل، بس مفيش مركب ولا حاجه، فبتحاول تخلي شنطه السفر تبقى طافيه على البحر باستخدام جواكت النجاه اللي كانت عليها وعلى براد، وبتاخدها في نص البحر وبتحاول تركبها بس مش بيحصل، مش عارفه تعملها ومش هتستحمل مع الوقت اصلا لا هي ولا الشنطه، لحد ما بترجع الشط بعد ما زهقت خالص وبتفك الهبل اللي هي عملته ده، وبعدها بتقعد زعلانه لحد ما تحس ان المغرب خلاص قرب والدنيا هتظلم عليها، وبتبص في جذع الشجره الضخم اللي كانت شافته اول الفيلم، وبتلاقيه كبير ويقدر يسع جواه حد، وبتروح واخده السلاح بتاعها وداخله مستخبيه جواه، والدنيا بتليل، وبعدين بتصحى من النوم وتحس بحركه حواليها بس بتفضل ساكته، لحد ما بتشوف رجل الكائن الغريب ده وبتحاول تفضل ساكته، بس هو بيمسك الجذع بالكامل ويقعد يهزه يمين وشمال ويحركه ويحاول يخلعه او يلفه علشان يمسكه على الارض ويحاول يفضيه زي ما صوره اللحمه كده، بس ما بيعرفش والحمد لله بيسيبها في حالها، وبرضه الليله بتعدي الحمد لله، علشان تاني يوم تقول لك انها مش هتسكت وبتفكر وتعرف تصطاد اي حاجه، ولا احنا عارفين هي جايه منين ولا خلفيتها العلميه والعمليه ايه ولا حاجه، بس هو المخرج مطلعها بتعرف تعمل كل حاجه
حاجة فتمام يعني. وبنشوفها جابت الجردة اللي معاها وقعدت تصطاد سمك صغير قدر الإمكان بالعافية لأنها مش عارفة تمسكه بسهولة. وبعد ما جمعت حبة حلوين ودمها في الجردل فضلت تخلطهم وكأنها بتعمل مربى بالسمك لحد ما اتعجنوا وبقى شكلهم وريحتهم يجيبوا المرض وراحت في حتة في المية ورمته. وطلعت بتعمل كده علشان الريحة والدم والأسماك دي تقدر تستخدمها كطعم علشان تجيب سمك. وبتفضل واقفة بالرمح بتاعها وهي مستنية أي حاجة تعدي. وفعلا في سمكة قرش صغيرة بتعدي وبتروح خبطها بالحربة وقاعدة تحتفل. وأنا بيني وبينك قلت هتاكلها بس هي غفلتني وطلعت مش هتاكلها. دي خدتها وجابت حبال وربطتها على نخلة قدام الحتة اللي بتنام فيها بحيث تبقى شايفاها وهي متعلقة علشان لما يجي حد ياخدها وكائن تشوفه وتعرف هي بتتعامل مع ايه بس. وهي مراقبة السمكة عينها بتغفل مرة واحدة وبمجرد ما تفتحها تاني بتلاقيها اختفت وبتعرف انها راحت عليها نومة. وبتفضل مستخبية مكانها للصبح علشان تقوم تشوف القطع اللي في الخيط شكله عامل ازاي. وبعدين بنشوفها بعدها بتلمح حاجة بعيدة على الشط وبتعرف انها جثة انسان في المية. بس اول مرة تشوفها وبتقرب منها وتقلبها وتلاقي نصها متاكل والنص التاني متشوي خالص. وبتعرف انه اكيد ده كمان حصل من الكائن اللي هي بتحاول تهرب منه. وبنشوفها بتسحب الجثة وبيني وبينك قلت هتعمل معاها الصح وتدفنها علشان اكرام الميت دفنه. بس لانها بتسحب نص الجثة ده وبتعلقه مكان السمكة علشان تكرر اللي عملته امبارح بقى. والمرة دي بتعلقها وبتقعد تراقب وهي فايقة قوي علشان تلاقي ان في حاجة جت وسحبتها شكلها غريب. وبتترعب وبتغمض وتفتح مش بتلاقيها قدامها علشان بعدها تترعب اكتر. وبعدين بتحس بالكائن ده واقف جنبها او فوقيها وبتفضل تعيط في صمت برضو لحد ما الحمد لله الليلة بتعدي وهي سليمة. وبعدين بنشوف بعدها تاني يوم الصبح الجين وهي بتقول لنفسها انها كده في خطر ومش هينفع تفضل قاعدة هنا بنفس الطريقة، لازم تتصرف، ما ينفعش تفضل كل ليلة في خطر كده. وبنشوفها جابت القماشة وبدأت تربطه في النخلة فوق وفي نخلة تانية جنبها برضو لحد ما بنعرف انها بتعمل حاجة تنام عليها بين النخلتين فوق بحيث ما يطولهاش. وبتنام من الصبح لحد نص الليل وبتبقى اخر روقان لحد ما بتحس بالكائن وبتسمع صوت وبتعرف انه جنبها وبتحاول تقوم تشوفه وبتقعد تفرك في البتاعة لحد ما الحمل بيزيد على القماش وبياخدها وينزل على الارض. وهي هنا بتصرخ بقى وبتجري ناحية الشط بسرعة كبيرة. وبعدين بيوقعها على الارض ويختفي من وراها علشان تقوم وتكمل جري وهي بتصرخ بسرعة كبيرة. وبتلاحظ انه جوه المية وبيتحرك بسرعة كبيرة جدا في المية جنبها علشان في نص الجري يغفلها. وبيخرج يعورها ويشدها برضو ناحية الشط فتقعد تضربه وتلطم وتزقه لحد ما يبعد عنها وينزل المية تاني علشان بعدها تقوم تجري وتستخبى في البتاعة اللي كانت عاملاها بين النخل وهي بتعيط ومرعوبة. وبتصحى الصبح تقعد على الشط وهي متعورة في رجلها وقطع لها البنطلون الماركة الرياضي اللي كانت لاقياه في الشنطة. وبعدين بتقوم تستحمى في البحر وتغير هدومها وتقعد على الشط. وبعدين بتلمع حاجة بعيد طافية وبتقرر تعوم لحد هناك علشان تعرف ايه ده وشكل الانتاج ربنا فرجها عليهم ولو فلوس. وقرروا يدخلوا اتنين ممثلين تاني وهم اللي بتلاقيهم جيم في المركب ومش بتصدق ولا هم بيصدقوا. وبيكونوا قاعدين في مركب طافي للنجاة بيشيل لحد 6 أشخاص وبتاخدهم تقعدهم معاها على الجزيرة. وسبحان الله واحد من اللي نجي وكان حبيبها وبتقدم لهم سمك مشوي من بتاعها وجوز هند وكوكاكولا مقطعة. وبعدين بيقولوا لها ازاي في هنا حاجة ساعة. قالت لهم الناس اللي كانوا قاعدين على الجزيرة شكلهم نسيوا شوية حاجات هنا. وبعدين بيقولوا لها حلو والله الحمد لله احنا ميتين من التعب. قالت لهم ماشي لما تكونوا جاهزين بقى نركب المركب تاني. قالوا لها مركب ايه احنا ما صدقنا نيجي هنا. قالت لهم انا هفهمكم يا جماعة، انا عارفة اللي بقوله ده غريب شويتين بس في الجزيرة دي في وحش غريب بيظهر بالليل وفي ثقب اسود في البحر هو بيخرج منه. الوحش ده سرعته بتتضاعف في المية ولما بيخرج بيهاجم اي حاجة قدامه فيها الروح او ما فيهاش، لازم نمشي مننا قبل ما يقتلنا. قالوا لها جين صلي على النبي بس كده انت ليه ما قلتيش ان الجزيرة دي فيها حشيش. قالت لهم حشيش يا جماعة انا مش بهزر. قالوا لها احنا عارفين انك تعبانة ومظلومة من اللي حصل لنا بس ده يعني كلام غريب وبعدين ما ينفعش نمشي. قالت لهم طب بصوا دي صور الناس اللي كانت موجودة هنا في الجزيرة، الكائن قتلهم وبصوا في صورة منهم عينه واضحة فيها اهي وكلهم مدفونين في الجزيرة. قالوا لها طب واللي دفنهم حصل له ايه يعني؟ وحست انهم شايفينها مجنونة. وبعدين البنت بتقول لها وبعدين ممكن براد يرجع. قالت لها براد مات، انا دفنت هو واحد كمان من فترة مع الناس اللي ماتت والكائن ده جه الجزيرة ونبش القبر وكل من جثته. وقامت البنت تعيط بعدها علشان مش مصدقة الخبر. وبعدين بنشوفها بتكلم حبيبها وبتقول له والله الكائن ده موجود وانا اصبته امبارح ونزل دم اسود وهيزعلنا كلنا لو ما مشيناش. قال لها يا حبيبتي اهدي انت بس تلاقيكي شربتي من البتاع منتهية الصلاحية دي وهي اللي عملت فيكي كده. وبعدين بتقوم من جنبه وتكلم
تكلم البنت وتقول لها وحدي الله بقى الرجاله كتير ما كانش اخر واحد، قالت لها انا متضايقه قوي وهزعل لو رجعت، الناس هتقول عليا فاشله وانا اللي كنت مقترحه على براد يجي هنا اصلا علشان يتفسح معايا، هيقولوا فاشله في شغلي وفي حياتي حتى في خروجاتي خدت حبيبي ورجعت من غيره. وبعدين جين بتقول لها اهم حاجه علشان ترجعي لازم نسيب المكان هنا، صدقيني انا خايف عليكم انتوا مش فاهمين اللي موجود هنا ولا هيعمل فينا ايه. وبعدين بتقوم وتقول لحبيبها بص انا شفت كل الطيارات اللي بتعدي من فوق الجزيره هنا كده بتروح في الاتجاه ده، انا عارفه ان الكلام يبان مجنون بس اقسم بالله حقيقي، وانا مش هقعد هنا تاني، هات المطوه اللي معاك دي محتاجاها. وبتقوم وبتقول له قول للبت دي تجهز علشان هنمشي قبل الضلمه. وبعدين بنشوفها راحت تعمل شويه طعم للاسماك، وهي راجعه بتلاحظ ان حبيبها والبنت بيتكلموا، وبعدين بتروح تقول لهم الحمد لله معانا كده اكل يكفينا لمده اسبوع كامل. وبعدين بيقولوا لها اسبوع كامل فين؟ قالت لهم في المركب ما احنا لازم نمشي. قالوا لها بصراحه احنا مش جاي معانا حوار اننا نمشي ده ولا هنمشي اصلا. قالت لهم ليه؟ قالوا لها احنا تعبانين ومرهقين ولسه جايين. قالت لهم ما انا تعبانه ومرهقه برضو بس انتم مش مصدقيني، هي دي مشكلتكم وانا خايفه علينا كلنا. قالوا لها خلاص بطلي هبل بقى مش هنتحرك من هنا لا احنا ولا المركب. وبعدين حبيبها بيقول لها هنمشي بس مش دلوقتي ولا النهارده. قالت له ماشي بشوقك وجريت على الميه طوم وسابتهم وحست انهم اتفقوا عليها واتفقوا انها مجنونه بس هي مش هتستنى لما تموت. وبتخرج من البحر وتروح تلم كل الحاجات اللي هي بتجمعها بقالها كذا يوم دي في الصندوق وبتحطه في المركب، وبعدين بتزق المركب للميه. وهنا البنت بتشوفها وبتقول لحبيب جين وبيجروا عليها بسرعه وبيشدها من جوه المركب وبيقول لها تخرج من هنا بسرعه، بس هي بتصرخ وبتقول له سيبني علشان خاطري هنموت لو فضلنا هنا. وبعدها بنشوف البنت بتضربها بالمجداف في راسها وبتفقد الوعي. هم كده النسوان ما يحبوش الخل بعض ابدا. وبعدين بنشوف جين بطلتنا صحيت ولقيت نفسها مربوطه في نخله، والبنت بتقول لها انا اسفه قوي بجد اني ضربتك بس معرفتش اعمل ايه وقتها غير كده، انا عارفه انك خايفه والله يا جين بس لازم نمسك العقل ونعمل اللي فيه الصالح لينا كلنا. قالت لها اه والصالح انك تربطيني كده، عامه انا مش مستنيه منك ان تقولي لي ايه اللي في الصالح ليا. وبتبدا جين تفرك الحبل في النخله علشان يتقطع، وبعدين بيسمعوا صوت من وراهم وبيظهر حبيبها وبيقول لهم ما لقيتيش حاجه يعني لا وحش ولا رعب ولا حتى دوره وسنقر. وبعدين البنت بتقول لهم اسيبكم تتكلموا شويه مع بعض، وبتروح تتمشى على البحر علشان يشوف الواد واقف قدامها وبيقول لها انت اللي عملتي في نفسك كده، انت وليه يا بوما والله كنا عايشين ومبسوطين ومطلعك رحله مع صحابي وكلنا مبسوطين ما عدا انت وحصل عواصف وامواج وكل القرف ده لما ما كنتيش مبسوط، جبت لنا الفقر بتكشيرتك دي وبعدين عايزه ترجعي تروحي فيه، انت ليكي غيري انا اللي لميتك من الشارع وحطيتك معايا في بيتي وعملتك بني ادمه، هترجعي للمدرسه الداخلي المجانيه اللي كنت فيها زي العبيد. قلت له بقول لك ايه انا عارفه انك عايز تتخانق بس مش وقته، لازم تفكني علشان كلنا ما نروحش في داهيه. وبعدين بنشوف البنت على الشط بعد ما وقعت بين الاثنين وبتغني وماشيه في امان الله، وبعدين بتروح تلاقي سمكه مقطوعه بشكل غريب وبتقف وتحس ان في حاجه وراها، وبعدين بيسمعوا صوت صريخ علشان يجري الواد ومعاه عصايه فيها نار ويلاقيها مصابه وقع على الشط والكائن قدامه، ومن صدمته بيهنج شويه علشان بعدها يحاول يهاجمه ويضربه ويبعدها عنه بس ما بيعرفش، والكائن بيروح مديله بظهر ايده زي الخدامين ومطيره بعيد قوي. وفي الوقت ده بتكون جين قدرت تفك نفسها وتجري على الشط وتشوف الكائن وهو بيسحب صاحبتهم جوه البحر، وبتشوف حبيبها قاعد على الشط مصدوم وبيشدوا بسرعه وبيجروا ناحيه الغابه يستخب. وبعدين تاني يوم بنشوف الواد واقف على النخله وبيقول لها ما يمكن يجي، قالت له انزل يا خيبتها ما بيطلعش الصبح، قال لها اكيد قالوا له اكيد صدقتني بقى، المهم انك عطلتنا وموتت البنت بس عامه يعني ما تعيطش مش ذنبك ولا كنت تقدر تعمل لها حاجه او تدافع عنها، يلا قوم معايا. وابتدوا يمسك الجردل وهي بتصطاد السمك علشان يبقى معاهم اكل يكفيهم لفتره اكبر بعد ما يسووه باستخدام النار، وبيجمعوا كل جزء الهند اللي موجود واي حاجه مفيده وبياخدوا حاجه فيها ميه علشان لما تفضى يملوها من المطر. وبعدين بيبداوا يحطوا كل ده على المركب ويتكلوا على الله والواد بيجدد. وبعد ما عملوا كل الهيصه دي لقوا الكائن بيخبط على المركب من تحت، والمركب اصلا بلاستيك لحد ما قطع وحاول يسحب حد فيهم وهم بيصرخوا مش عارفين يعملوا له ايه، وبيسحب البنت في الاخر تحت وبيكون رايح بيها للقاع بس بتقعد تخبطه بالمطوه اللي فيه المفاتيح لحد ما بيسيبها، وبيلاقي الواد هو اللي نازل يعوم من المركب ويجيبها ويصلح المركب، فبيروح عليه ويسحبه لتحت بدلها وهي بتخرج من الميه علشان هتتخنق وتلاقي نفسها على الشط، والاتنين اللي جم ماتوا والمركب جنبها بس مخروم هو كمان. وبعدين بتمسك الورق وبتكتب رساله عن اللي حصل وبتحكي فيها كل حاجه علشان تبقى وثقت، وهو لو حد تاني جه هنا ياخد باله. وبتقعد تعيط وبتقرر انها لازم تنقذ نفسها علشان مفيش حل غير كده، وبتولع النار تاني قبل
سلمة الطفي، وبعدين بتحاول تعمل كذا فخة حواليها وبيسن خشب كتير قوي وبكل الأحجام، وبيتخبيه في طمه وبيتخبيه في الجزيرة والشط علشان يبقى كل حتة فيها خشب مسنون وتقدر تقتله بيه. أول ما الدنيا بتلاقي له بيخرج بتولع حواليه النار وبتحاول تهاجمه وبيتعور فعلا، بس بيضربها تاني وبيحاول يقتلها، بس بتضربه تاني بالسكاكين وبرضه مش بيقع بسهولة، وبيقاوم وبيحاول ياخدها معاه للبحر، وفي النهاية الحمد لله بتقدر تقتله وتوقعه، وبتفضل تضرب فيه بالرمح اللي معاه وبتحاول تفصل راسه عن جسمه علشان تتأكد انه مات ومش قايم تاني، وبتقف منتصرة بس بعد ما ولعت في نص الجزيرة. وما نعرفش بقى هيطلع تاني من الثقب ليها زيه ولا هيجي حد ينقذها ولا هتعمل ايه، محدش وضح لينا. وخلصوا الفيلم هنا.